وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الليبي عبد الحكيم معتوق من القاهرة. مساء الخير سيد عبد الحكيم. لا يزال الدور القطري وقطر وهي الداعم الأكبر للفوضى في ليبيا مستمرا، وهو ليس بجديد بل زاد مع بروز الدور التركي الذي تموله قطر، بالإضافة إلى أنها لا تريد الخير للدول العربية، لماذا تصر قطر على دعم كل ما من شأنه أن يقوض العملية السياسية في ليبيا؟ في الحقيقة هذا الدور يعني أنيت لقطر منذ البداية، منذ أن طرحت فكرة إنشاء قناة الجزيرة كذراع ناعم لمشروع الشرق الأوسط في غفلة للأسف الشديد من النظام العربي الرسمي، من النخب السياسية الواعية. طبعا انت تعرف كيف حاولت الجزيرة أن تستوعب قطاع كبير من الشارع العربي من خلال العزف على وتر القضية الفلسطينية وحاول حق الإنسان إلى ما هنالك وباحترافية عالية. طبعا هذا مكنها من أن تخلق نقاط ارتكاز كثيرة، كانت خلفية تلك النقاط الارتكاز هو أدوات يعني متشددة للواجهة الإسلاموية وما يعرف بالتنظيم العالمي لإخوان المسلمين. عندما حانت لحظة التغيير طبعا هي أكيد استفادت من ظروف اقتصادية أو اجتماعية معينة في هذه الأقطار التي بدأ تنفيذ فيها وحسابات أيضا صفيت مع الأنظمة الموجودة في هذه الدول وانطلقت. لم تعلو جهدا لا بالمال ولا بالسلاح، وهي حقيقة تتعامل مع الحالة العربية مجتمعة بغض النظر عن تبيناتها كأنها صدى قرار تل أبيب، صدى قرار أو طهران. وهذا تجلى سيدتي اليوم نحن في ليبيا، يعني تكشف لنا بأن هناك محور صريح وهو أنقرة الدوحة طهران تل أبيب. فبالتالي ما يقوم بأردوغان بمساعدة القطريين بجهة الدعم المالي والغطاء السياسي الأمني الذي توفره تل أبيب هو عبارة عن استكمال مخطط تخريب المنطقة وإعادة تخريطها وإسقاط الأنظمة وإدخالها في فوضى هدامة، حيث يعني تتمكن القوى الكبرى من السيطرة على مصادر الطاقة فيها. نعم سيد عبد الحكيم، برأيكم ما هو السبيل لكبح جماح هذا الدور المشبوه في ليبيا؟ ولي طبعا نحن لسنا دعاة حرب، يعني نحن تلضينا سيدتي وأبعد الله عنكم في البحرين العزيزة والشعب البحريني العظيم هذا البلاء. حقيقة نحن كنا قرية آمنة مطمئنة على مدى أكثر من نصف قرن، اليوم تتحدثين عن حالة جوع رغم الموارد الرهيبة التي نهب عن قطاع كهرباء بالساعات الطوال، عن خطف على الهوية، عن احتراب، يعني وصلنا إلى درجة الأخ يقتل أخيه، وعندما تعودين إلى السبب تكتشفين أن الفتنة شد من القتل، ومن كان وراء هذه الفتنة هي قطر. هو الخطاب الرسمي القطري عن طريق الآلة الإعلامية الجزيرة أو عن طريق المخابرات. لا أتصور أن يعني رغم المقاطعة التي قامت بها دول العربية في الخليج العربي أو بإضافة لمصر، لا يتصور أن هذا يكفي، لأن نحن لا نريد أن نعاقب الشعب القطري. الأهم من هذا أننا الآن تم نوع من عودة الروح للجامعة العربية. أنا طبعا لست متفقا مع ما تتخذ من بيانات شجب وتمديد، هذا لا يكفي لأن نتعرض إلى هجمة تتارية شرسة من قبل الفرس ومن قبل الأتراك. فبالتالي نحن مضطرون إلى ضرورة الدفع باتجاه على الأقل دبلوماسيا تجميد عضوية قطر بالجامعة العربية. كيف تتخذ الجامعة العربية قرارا سريعا بنقل الملف الليبي لمجلس الأمن ويفوض مجلس الأمن في الناتو لتدمير بلد عربي عضو في الجامعة العربية في الأمم المتحدة، ولا تعمل الجامعة العربية على تجميد عضوية قطر مثل ما عملت مع سوريا وليبيا؟ لما لا؟ هذا الذي سوف يلجم قطر. نحن لا نريد أن نحارب الشعب، قاطعناهم يعني دخلنا معهم في مناكفات حرضنا، لكنه لا نريد لشعب آخر أن يكون ضحية وجزء من هذا النسيج الاجتماعي العربي. نحن نريد هذا النظام لا يريد أن يستقيل. نعم لا يريد أن يتراجع. نعم الكاتب والمحلل السياسي الليبي عبد الكريم معتوق، نتمنى عودة الأمن والأمان إلى ليبيا الشقيقة وشكرا جزيلا لك.